بحضراتكم في حلقة جديدة وفقرة جديدة من برنامجكم طبيب اليوم. مع سرعة الحياة وإن كل واحد مننا بقى مش فاضي ياكل في البيت، جانك فود أو الفاست فود أصبح هو الطعام الأساسي اللي بقينا بنعتمد عليه، وأصبحت زيادة الوزن مشكلة بتضايق معظم الناس سواء رجال أو سيدات والأطفال، لأن السمنة مرض العصر. احنا النهارده مع حلقه مميزه جدا في طبيب اليوم ومع احد اهم الاطباء الاكفاء ومتخصص في اذابه الدهون عشان يدينا النصايح اللي هنمشي عليها. بينورنا النهارده الدكتور مصعب ربيع، استشاري العلاج الطبيعي واذابه الدهون، مدرس بكليه العلاج الطبيعي جامعه 6 اكتوبر. محاور حلقتنا النهارده هي احدث الطرق لانقاذ الوزن ودور اجهزه التخسيس في اذابه الدهون. اهلا بيك يا دكتور، منورنا النهارده في فقره جديده وحلقه جديده من طبيب اليوم. اهلا. في البدايه عايز اعرف من حضرتك الطريقه اللي بتتعامل بيها او بتفضلها للتعامل مع مريض السمنه والبروتوكول الخاص للعلاج اللي بتمارسه معاه. تمام. هو لازم الشخص اللي يكون عنده مرض السمنه لازم يكون معترف ان هو مريض بمرض، يعني السمنة هي مرض ليست حاجة عابرة يمكن ان الشخص يسيطر على نفسه فيها، فلازم اروح للشخص المتخصص اللي هو الدكتور عشان نبدأ بنعمل اول حاجة التقرير الشامل لحالة الشخص دوت. بنشوف وزنه قد ايه، طوله قد ايه، كمية الدهون قد ايه، الاملاح المعدنية قد ايه، السوائل قد ايه، توزيعة الدهون في جسمه في صورة عاملة ازاي. بنطلب منه بعد كده نشوف الحالة المرضية، هل عنده ضغط، هل عنده سكر، هل عنده مشاكل في الكلى، في الكبد، في القلب، هل في اي ادوية خدها بصورة منتظمة ولا لا، في ادوية ماشي عليها سواء مكملات غذائية، ادوية للشعر، للبشرة، بنشوف حالته الجسم كله. بعد كده بنشوف هل الشخص دوت حاول يخس تاني ولا دي اول مره ليه، يعني هل دي سبق ليه عمليه ان هو يخس، سواء مثلا سلك طريق غلط من خلال ان هو خد دواء، خد راح لجيم، عمل اي حاجه، ولا دي اول مره ان هو يبدا عمليه انقاص الوزن. كل دي عوامل بتاثر يعني في تحديد زي ما بنقول الهيستوري الخاصه بيه، لازم الهيستوري بتاعه تاريخه قبل كده كان عامل زي قبل ما يجي لحضرتك بالظبط، التاريخ الماضي ليه والتاريخ الحالي اللي هو موجود عليه دلوقتي. وبعد كده بنطلب منه تحاليل لان احنا بنتعامل مع مرض ومع جسم، يعني مش هقدر اشوف حالته الصحيه الا لما اشوف، عشان ابقى ماشي بطريقه اوبجكتيف وبطريقه رقميه ثابته. اعمل له تحليل صوره دم كامله، بيأثر علينا لو عنده انيميا ده بيأثر على معدل الحرق. بنعمل بعد كده تحليل اليوريك اسيد والغده الدرقيه، وبعد كده التي 3 وتي 4 وتي اتش الغده الدرقيه. بنعمل وظائف كلى ووظائف كبد لان دلوقتي تشيك اب كامل للتحاليل عشان اقدر اشوف ايه السيستم او ايه الطريقه المحور اللي انا همشي عليه في العلاج، لان انا عندي اكتر من محور. اول محور هو محور النظام الغذائي، الاكل ايه اللي انا هديهوله، وده بيتاثر لو كان عنده مثلا امراض زي الضغط والسكر هياثر عليا في المحور دوت. بعد كده محور تفتيت واذابه الدهون، وده بكتشفه بناء على التقييم اللي انا عملته للشخص، هل عنده منطقه فيها كميه دهون اكتر من بقيه اجزاء الجسم ولا لا، زي البطن او الارداف او الهنش او الفخذين، كل الحاجات دي بتختلف وبتبان معايا في التقرير. بعد كده النشاط الحركي المحور الثالث اللي انا بستخدمه في عمليه انقاص الوزن، بس ده برضو لازم احدد الاول هل ده ينفع ولا ما ينفعش بناء على التقييم. يعني واحد مثلا وزنه 140 كيلو وطوله 160، في فرق جامد جدا بين الوزن اللي هو عليه النهارده والوزن اللي المفروض يكون عليه، ففي تحميل جامد على المفاصل والعضلات. ما اقدرش اقول له امشي نص ساعه يومي غير لما وزنه ينتظم شويه، هيجي له مشاكل ثانيه ليها علاقه بالظهر وبالركب. لازم اخسس الاول باستخدام تفتيت الدهون وباستخدام النظام الغذائي. المحور الرابع وهو محور المكملات الغذائيه والمشروبات العشبيه، وديت بتبقى في عنصر العامل المساعد. مش هقدر احدد انا همشي في انهي محور الا لما اعمل تقييم كامل وشامل للحاله ديت. طيب في ناس بتعمل دايت وبتستمر عليه وفجاه تلاقي من الوزن ما بيتحركش، يعني حضرتك تقول ايه لا
انا شايف ان انت وتقول لحضرتك انا منتظمه في كل حاجه في السكادجول اللي حضرتك مديوني، انا مش بغلط، مش يعني مش مغيره، والوزن ثابت ما بيتغيرش، هل ده بتبدا حضرتك تشوف حاجات بتديها معدلات الحرق، ادويه معينه بتستخدمها معاهم ولا ايه بالظبط؟ اه طبعا، دي نقطه. احنا عندنا الثبات في الوزن دي، يعني انا اقدر اقول لك عليه ان ده بيحصل عند بعض الاشخاص لما بوصل معاهم للرقم اللي انا عايزه. لكن ممكن ما يحصلش في نص المسافة؟ لا، ما هو بيحصل في نص المسافة. فهو عندي بيحصل في حاجتين، لو حصل في نص المسافة يبقى ده ساعتها بيخليني ان انا ادي نظام دايت فيه اكل اكتر. او مش اكل اكتر ازاي؟ يعني اكل كل ساعتين بيبقى الشخص مش بديله فطار وغدا وعشاء، لا ده انا بقول له انت هتاكل كده وبعد ساعتين هتاكل ده وبعد ساعتين هتاكل ده، عشان ابدا احفز من عمليه معدل الحرق. بس بيهمني جدا ان انا لازم اعرف ايه السبب اللي خلى يحصل الثبات دوت، لان ما دام حصل ثبات يبقى ده بيدل ان معدل الحرق قل، فده بيخليني ان انا لازم اشوف ايه المشكله الصحيه اللي ادت، فبعيد تاني التحاليل بتاعتنا وبنشوف وضعنا ايه. بجانب ان انا طبعا الشاي الاخضر والبردقوش والمكسرات النيه وجنين القمح، كل الحاجات ديت من الحاجات اللي بتعلي جدا من معدل الحرق. بجانب ان الجديد اللي احنا بنستخدمه في الحاله ديت ان اجهزه تفتيت الدهون هي ليست للري شيبنج وبس، لان في علاقه وطيده جدا بين كميه الدهون اللي موجوده في الجسم وبين معدل الحرق. لما بتحصل الحاله ديت انا بدخل الحاله ديت على اجهزه تفتيت الدهون لعشان اقلل كميه الدهون اللي موجوده في منطقه البطن. لما كميه الدهون بتقل معدل الحرق بيزيد بصوره تلقائيه جدا، لان انا دلوقتي ساعتها انا مش ببقى حريص على الرقم. يعني عارفه احنا بنتعامل مع بني ادم مش مع ارقام، صح. فانا النهارده ما يهمنيش ان الشخص وزنه مثلا 90 وقف عند ال 90 وانا عايز اوصله ل 80، لا، يهمني الرقم دوت بجانب ان انا يهمني شكله، ان اجزاء جسمه كلها تبقى متناسقه، مع العلم ان تفتيت الدهون لما بقلل الدهون اللي موجوده مثلا في منطقه البطن او الارداف، المنطقه اللي فيها تكدس في دهون عند الشخص دوت، ده بيؤدي الى زياده من معدل الحرق، لان معدل الحرق بيتناسب عكسيا مع كمية الدهون. أجهزة تقوية العضلات والتمرينات اللي بتتعمل، حتى بنسميها التمرينات السريرية اللي هي التمرينات من غير حركة، وأجهزة تقوية العضلات اللي هي بتعمل كونتراكشن ماسل كونتراكشن جامد جدا جدا، قوة العضلات بيأثر برضو بالإيجاب على معدل الحرق. فيبقى احنا ساعتها بنحاول ان احنا نعالج الحتة ديت، لان احنا الثبات اللي حصل ده لسه ما وصلتش للنتيجة اللي انا محتاجها، فببدا ان انا افتت الدهون واقوي العضلات بجانب بقى الشاي الاخضر والبردقوش وجنين القمح والمكسرات النيه، بجانب ان انا باكل الشخص كل ساعتين، بجانب التحاليل اللي انا بعملها عشان اعرف سبب الثبات ده ايه. طيب احنا كاميرا طبيب اليوم كانت متواجده في المركز الخاص بدكتور مصعب رعيب ربيع، وهنشوف من هناك الحاله اللي حضرتك اتعاملت معاها ونتكلم معاك اكتر بعد كده ونعلق على التقرير بعد. اتفضلي نطلع مع بعض. الأول كنت بعاني من زيادة في الوزن، كانت طبعا مضايقاني جدا، كانت بسبب لي مشاكل كتير، مشاكل في شكلي، مشاكل في مظهري، ما كنتش ببقى حابة ستايل لبسي، ما ببقى حابة شكلي. طبعا كنت بعاني من آلام شوية في رجلي، في ظهري، في اني ببقى مش قادرة اتحرك كويس، حركتي تقيلة، دايما عندي آلام. بس يعني الحمد لله حاولت ان انا ابدأ في اني انزل وزني. الاول كان في شويه محاولات كده ان انا احاول انزل الوزن لوحدي، بس طبعا كلها فشلت، لان كنت دايما بعمل لوحدي، يعني اعمل مثلا اسمع من على النت، اسمع من حد من صحابي، مش عارف ايه، كل الحاجات دي كانت بتخليني دايما بعمل نظام مش هو المناسب لجسمي، فطبعا كانت كلها محاولات فاشله يعني. بس الحمد لله لما بدات ان انا اتابع مع دكتور مصعب الموضوع فرق معايا تماما. دكتور مصعب فعلا دكتور شاطر جدا، فاهم جدا هو بيعمل ايه، بيتعامل مع كل حالة ان هي حالة منفردة، حالة مختلفة، كل حالة بيبقى عارف هو بيعمل معاها ايه، بحيث ان الجسم يقدر ينزل الدهون المختزنة فيه بدون ما يبقى في تعب، في صداع، في اي حاجة. فانا فعلا الحمد لله يعني كنت انا 92 كيلو، دلوقتي نزلت بقيت 77 كيلو.
طبعا الحمد لله دوت فرق معايا تماما في كل حاجه، في شكلي، في مظهري، في خلاص الالام اللي كنت حاسه بيها ما بقتش حاسه بيها زي الاول، حركتي خفيفه، مبسوطه طبعا بشكلي ومظهري، كل الناس ملاحظه الفرق جدا، ملاحظه قد ايه شكلي بقى احسن، مظهري بقى احسن، انا الام رجلي والحاجات دي كلها الحمد لله خفت تماما. فالحمد لله بفضل بعد ربنا الدكتور مصعب في التقدم اللي انا وصلت له دوت يعني. طبعا بالنسبه للنظام اللي الدكتور كان بيخليني اتبعه كان بيبقى شويه في الاول كان صعب، لانه طبعا حاجه ضد طبيعه الجسم وضد اراده الانسان اساسا، بس بيبقى الموضوع عايز قوه، عايز اراده، عايز مقاومه لطبيعه الجسم اصلا. بس بعد كده خلاص الواحد بيتعود على الكميه القليله، بيتعود على نظام الاكل، بعد كده الدايت ده بيتحول لنظام حياه، ما بيبقاش مجرد ان انا بحرم نفسي من الاكل شويه اخس شويه بعد كده ارجع اتخن تاني. طبعا بالنسبة للنظام هو مش بس كفاية، يعني النظام الغذائي لوحده مش بيعمل حاجة قوي قد ما الأجهزة والجلسات بتساعد أكتر في إن الشكل بقى يختلف والوزن يختلف والدنيا كلها تقل ويبقى المظهر مختلف عن الأول يعني. طبعا المتابعات كل اسبوع الدكتور بيتابع بيشوف الوزن احنا قلينا قد ايه، قلينا كتير، قلينا قليل. طبعا بيبقى مش مهم خالص ان انا اخدت 2 كيلو او 3 كيلو او في الاسبوع او كده، بس اهم حاجه ان الجسم فيه استجابه للنظام، فيه استجابه لاني انا بقلل كميه الاكل، حتى لو مثلا خسيت كيلو خسيت نص كيلو دي بتبقى كويس جدا، بيبقى نتيجه كويسه الجسم عملها يعني. بالنسبة للمتابعات بقى دي كانت فعلا بيبقى كل اسبوع بيبقى نظام مختلف عن اللي قبله، اللي بيه ان الجسم ما يبقاش ثابت على حاجة معينة وما يبقاش يعني حافظ الجسم ايه اللي بيدخله وايه اللي بيخرجله، فعشان كده كل نظام مختلف بيخلي الجسم يبقى في حالة ايه في كل مرة محاولات مختلفة ان هو ينزل الدهون اللي فيه. الاجهزه طبعا اللي انا كنت بستخدمها علشان تفتيت الدهون وعلشان شد الترهلات كان بيبقى المفروض ان هو 8 جلسات، بعد ال 8 جلسات دول بيبتدي بقى بيبقى في شد ترهلات، بيبقى في جهاز لتفتيت الدهون، جهاز كمان لشد العضلات بعد تفتيت الدهون وبعد ما البطن بتقل. طبعا بعد ما البطن بتقل بيبقى الموضوع مختلف تماما وبيبقى الشكل مختلف تماما، بيفرق جدا في اللبس، بيفرق جدا في المقاس، في الشكل العام للجسم بعد ما الاجهزه دي بتساعد ان هي البطن تقل. احسن حاجه في الاجهزه انها مع النظام بتخلي الجسم بتخلي البطن ما بيبقى فيش ترهلات، يعني في انظمه كتيره البطن بتقل وكل حاجه بس بيبقى فيه ترهلات والجلد مش بيبقى شكله مش لذيذ والبطن شكلها مش لذيذ، بس الاجهزه فعلا بتخلي البطن مشدوده جدا، العضلات مشدوده، ما فيش اي ترهلات خالص، بتساعد ان الشكل نفسه بصفه عامه بيختلف تماما، مش بس ان كيلوات بتنزل من الوزن، الوزن في الشكل فعلا بيختلف تماما باستخدام الاجهزه يعني. رجعنا لحضراتكم مره تانية مع دكتور مصعب ربيع، وطبعا هنتكلم عن الحاله. انا يعني الريزلت اللي حضرتك جايبها لنا الافتر والبيفور بصراحه حاجه جميله جدا جدا، وخاصه ان هي ام لطفلين فاكيد يعني مرت بولادات والحمل والرضاعه، ده بيأثر في شكل الجسم وبيغير فيه كومبليتلي يعني في صوره كامله جدا. تعالي حضرتك على الحاله وبعدين نبدا بقى نتكلم عن الكرش والارضاع. انا ببقى حابب ان انا اجيب فيديو مصور والحاله نفسها تبدا بتتكلم واعرض معاها صور قبل وبعد على اساس طبعا هي بتبقى حاسه بنجاح هايل جدا جدا. لازم يعني لو شفنا الصوره قبل وبعد في فرق واضح جدا جدا جدا، بجانب ان ده بيدي نوع من انواع الامل للام اللي خلفت ان هي وابتدت تزيد، بتبقى عندها مشكله ان هي انا جسمي انا جسمي اختلف عن ما كنت بنت في الاول. الموضوع سهل جدا جدا، محتاج زي ما علياء قالت اراده وعزيمه ولايف ستايل، يعني لايف ستايل شويه، ما يبقاش الشخص بينبص على الرقم بس. يعني هي خست 15 كيلو وصلت لل 77 كيلو اللي احنا شايفين عليها دلوقتي، خدت وقت بسيط يعتبر لو قلنا من 4 لـ6 شهور خلاص. يعني 4 شهور احنا كنا وصلنا للنتيجه النهائيه، وقعدنا بعد كده 2 شهر على اساس ان احنا نثبت النتيجه ديت، وصلنا لحد النهارده محتفظه بالوزن دوت. وجود الشكل مع الرقم
الاثنين دولت بنقدر نوصل بيهم لنتيجة كويسة. طبعا. فأنا مش ببقى اهتمامي كلي على الرقم أكتر ما بيبقى اهتمامي على الشكل مع الرقم. الالتزام والعزيمة وصلتنا للنتيجة اللي احنا شايفينها دي. يعني حضرتك شايف ان انا ما اعتمدش على الارقام قوي على الميزان قد ما انا اشوف الدهون نزلت قد ايه، قد ما انا اشوف الشيب نفسه بتاع الجسم بالظبط، لان الارقام بتبقى خادعه شويه. لو حد مثلا اليوريك اسيد بتاعه ارتفع شويه هتلاقي نفسه ان هو على الميزان زاد 2 3 كيلو مع انه هو فاقد لدهون، بس حصل عنده كتر مثلا من الفول او من اللحوم، الحاجات اللي بترفع اليوريك اسيد ديت، فعملت احتباس سوائل مع انه هو خاسس. وهو حاسس، يكون حاسس ان انا خسيت بس في نفس الوقت يجي يقف على الميزان يلاقي الميزان. اللي بيلعب رياضه كتله العضلات، لو زادت كتله العضلات هتلاقي نفسه ان هو يطلع على الميزان ممكن يكون في زياده بسيطه لان دي كتله العضلات. فعشان كده احنا النهارده زي ما قلت لك في الاول بنقيم الحاله ان هي عندها وزن زياده ولا لا من خلال التقييم الكامل للجسم، اشوف الدهون قد ايه والعضلات قد ايه والسوائل قد ايه وتوزيع الدهون في الجسم قد ايه. هو ده المقياس اللي انا بمشي بيه. دور الأجهزة في علاج الكرش والكرش ده بقى بيأرق حتى الشباب الصغيرين من الأطفال. الأطفال كمان الأطفال، بس أعتقد أن الأطفال حضرتك ما بتقدرش تقوموا على بالعمل على أجهزة في السن الصغير ده. يعني لحد سن البلوغ مش بنقدر أن احنا نشتغل عليها، بس بعد سن البلوغ بنقدر نشتغل. طبعا سمنة البطن والكرش ديت مشكلة كبيرة جدا، مش هنقول عليه عز، ده مشكلة كبيرة، مشكلة يعني. مرض. عشان كده أنا حبيت أقول في الأول اللي عنده السمنة لحد النهاردة، وإحنا في 2015 لحد النهارده في ناس بتعتبر السمنه عز و وصحه خلاص، وما تسمحش لحد يقول لك ده كرشك ازاي. بس ده غلط. سمنه البطن ديت سبب سبب امراض كتيره جدا. دهون البطن هي اللي بتجيب الضغط، هي اللي بتجيب السكر، هي اللي بتجيب مشاكل القلب، هي اللي بتجيب مشاكل الجهاز الهضمي والقولون، هي اللي بتجيب مشاكل كلى كتير جدا. يبقى احنا عندنا ضيق تنفس، ضيق تنفس، كل دوت بسبب سمنه البطن. التخلص من سمنه البطن نشتغل عليها، ما دام الدهون موجوده في منطقه محدده يبقى بنشتغل باجهزه تفتيت الدهون. تمام. ما دام حاجه لوكالايزد يبقى لازم اشتغل عليها بالسمنه الموضعيه، يبقى لازم اشتغل عليها باجهزه تفتيت الدهون. اجهزه تفتيت الدهون فيها اجهزه كتيره جدا 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 وتكنولوجيز كتيره جدا، بس احنا في سمنه البطن بنستخدم الالترا كافي وبنستخدم الشوك كافي، دولت بيجيبوا نتائج كويسه جدا جدا، بجانب ان احنا بنبص على الجلد وعلى العضلات. لان انا يهمني جدا يا دينا ان العضلات تبقى قويه، لان الدهون بتحب ان هي تيجي في المكان اللي العضلات فيه ضعيفه. فانا النهارده بيبقى هدفي ان انا افتت الدهون، وبيبقى هدفي ان انا اقوي العضلات. بس انا عايز اقول نقطه، ان احنا محتاجين ان يبقى ما يبقاش اعتمادنا الكلي على الجهاز. انا عايز الجهاز ده ياخد اقعد معاه شهر او شهرين او شهر ونص، جلسة اتنين على حسب الحالة وتقييم الحالة. بس ما تعمليش الجلسة وتطلع تاكل حلة محشي، كل محشي بس بكمية اللي احنا محددينها مع بعض المتفقين عليها في نظام الدايت، على اساس ان احنا نقدر نحل المشكلة من الروتس بتاعتها. انا النهاردة عايز ان مدام علياء اللي احنا شفناها ديت انا مش عايز اشوفها تاني تخينة. يعني عايز اتابع معاها، مش سنة اتنين مرتاحة وبعد كده نرجع. انا عايز اتابع معاها ان هي تبقى محافظة على الوزن بتاعها. مش عايزين ان احنا نرجع تاني نبدأ المشكلة ونخش في اليويو دايت، لان ده بيبقى مشكلة كبيرة. ناس كتير قوي بتسألنا لما بنبقى في مشكلة التثدي عند الرجال بالذات، يعني بيبقى شكلها مش لطيف، بتبقى مضايقهم جدا، بيبقى مش عارف يلبس مثلا اي تي شيرت، ينزل البسين. يعني الحاجات دي حضرتك برضو بتعالجها ازاي؟ تمام. احنا التثدي عند الرجال دوت في نوعين، في التثدي الحقيقي وفي التثدي الكاذب. التثدي الحقيقي دوت ده بيكون خلل هرموني، زياده في هرمون الاستروجين عند اكتر من هرمون التستوستيرون عند الراجل، ودوت بيبقى مشكله بيبقى علاجها دوائي خلاص، وبيبقى مع تخصص الذكوره خلاص. احنا النهارده في مشكلة تانية بتؤدي برضو إلى التثدي الحقيقي، وهو التثدي الكاذب، وهو دي تراكم الدهون في منطقة الثدي. تراكم الدهون في منطقة الثدي زي الكرش بالظبط، تراكم الدهون فبتراكم، ودايما الدهون بتتراكم في العضلة الضعيفة. العضلة الضعيفة، فهي المناطق الدرعات، الصدر عند الرجالة، البطن، الأرداف، الفخدين، كل الحاجات دي. بس هنا في مشكلة برضو لازم نلفت نظر الناس ليها. زيادة حجم البطن وزيادة الدهون في الجسم عند الراجل
أزيد من الطبيعي، ده بيؤدي إلى زيادة نسبة هرمون الأستروجين. هرمون الأستروجين وده هرمون الأنوثة، لأن يعني الراجل عنده هرمون ذكورة وهرمون أنوثة، بس هرمون الذكورة أعلى من هرمون الأنوثة. الست عندها العكس، فلما يبقى الراجل عنده كمية دهون أعلى بكتير جدا من الطبيعي، ده بيؤدي إلى زيادة نسبة هرمون الأستروجين. فبيؤدي بيقلب الموضوع معاه، من بدل لما كانت دي دهون وتسدي كاذب، تحول الموضوع إلى أنه هو تسدي حقيقي. ليه؟ بسبب الخلل الهرموني اللي نتج نتيجة إيه؟ نتج نتيجة زيادة الدهون اللي موجودة في الجسم. بنشتغل عليها بأجهزة تفتيت الدهون، بنحاول ان احنا نحل الموضوع بدري as soon as possible عشان ما يتحولش لي تسدي حقيقي. الليزر بيبقى بين الأجهزة اللي بتجيب نتائج هايلة جدا جدا جدا، مع العلم ان احنا بتختلف نوع الجهاز بناء على تقييم الحالة. يعني عارفة مفيش دواء واحد للضغط، مرض الضغط فيه أدوية كتيرة جدا جدا جدا. نفس الوضع سمنة الصدر وسمنة البطن، لازم نقيم الحالة الأول عشان نقدر ان احنا نشتغل بالجهاز السليم عشان نجيب نتيجة كويسة. بتحصل مشكلة السيلوليت عند معظم السيدات والرجال أيضا، وخاصة السيدات بعد الولادة في منطقة البطن، وكمان ممكن من عمل الدايت الغير صحيح، يعني بنزل في الوزن وبعدين أعلى مرة تانية، فالجلد بيحصل فيه مشكلة بتظهر السيلوليت. بحضرتك بتعالجها إزاي؟ السيلوليت دي مشكلة بتظهر عند الستات أكتر. خلاص، النتيجة أن ضعف الجلد عند الست بيكون ضعيف أكتر من عند الراجل، وده بيبقى عبارة عن تراكم دهون كتيرة جدا تحت الجلد، والجلد والعضلات بيكون الدم اللي وصل لهم قليل. خلاص، فبيبدأ أن الدهون تتراكم وتتليف تحت الجلد، ويبدأ عامل الشكل اللي هو طالع نازل والجلد ما يبقاش مستوي. ده بيبقى ليه أسباب وراثية، ويبقى ليه أسباب تبع التغذية. خلاص، وبيبقى ليه أسباب قلة الحركة. خلاص، والتغذية بيبقى كثرة المقليات وكثرة الدهون وقلة شرب المية، هو ده اللي بيؤدي لعملية تراكم الدهون تحت الجلد بجانب قلة الحركة. لما بنيجي بنعالج الموضوع دوت، أول حاجة لازم الامتناع عن الألبان كاملة الدسم، شرب مية كتير جدا ما يقلش عن 8 إلى 10 كوبايات في اليوم. فيتامين سي من الحاجات اللي مهمة جدا لعلاج السليوليت. خلاص، بتتاخد في الأكل أو بتتاخد يعني ممكن أخد فوار لو مش عايزين ناخد فوار، الكيوي والأناناس والفلفل والجوافة والفلفل الألوان، كل الحاجات دي مليئة بالفيتامين سي، وده عدو اللدود للدهون. خلاص، بجانب أجهزة تفتيت الدهون، وبتنقسم إلى ثلاث محاور. الراديو فريكونسي دوت، عشان دوت بينشط الدورة الدموية في الجلد، لأن زي ما قلنا الدم اللي واصل للجلد بيبقى قليل. بعد كده الليزر لتفتيت وإذابة الدهون، بعض الأحيان بنستخدم حقن مواد البي بي سي للدهون اللي موجودة في المنطقة ديت. بعد كده بنشتغل على الاير مساج، أجهزة الإير مساج والليمفاتيك درينج، على أساس أن هي تصرف الدهون وتم توزيع الدهون بطريقة سليمة، بجانب الإكثار والمشي نص ساعة يوميا في حالة لو كان الوزن كاملة يسمح بذلك، عشان ما عملش مشكلة في الركب والظهر. نورتنا يا دكتور النهارده، انا مبسوطه جدا بوجود حضرتك، واكدت على معلومه مهمه جدا. وانا لما هطالب من اي دكتور يقوم بعمل اجهزه او يشتغل عليه بالاجهزه، لازم اكون ماشي على نظام دايت كويس جدا، يكون لايف ستايل لحياتي، ما اخدش الجلسه واخرج اكل حله المحشي. نورتنا، شكرا جزيلا على وجودك معانا. دكتور مصعب ربيع، استشاري العلاج الطبيعي واذابه الدهون، مدرس بكليه العلاج الطبيعي جامعه 6 اكتوبر، بشكرك على وجودك ونورتنا النهارده. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، وان شاء الله نلقاكم غدا وحلقه جديده من طبيب اليوم، والى اللقاء.